بشيء اسمه تيه. أدري أنا جدا أحبه والله أحبه. لكن بقول لك شغلة. كيف؟ كيف؟ لو قالوا لك. أعلم كيف يعني؟ تقتل الفساد أو تقتل الفقر. من تقتل؟ يبكي عليك كل شيء. أقتل. طيب بيش بمركز بمركز الإحساس ولا مركز فوق؟ ولا مركز الفقر ولا مركز؟ العيب الفساد. بس ترى الفقر ممكن يسبب لبعض الأشخاص فساد. فساد. طيب شوف الطغيان الغناء الزايد الغناء الفاحش. الغناء الفاحش اي هذا يسبب لك فساد. فساد الفقر اللي مره منسي ايضا يسبب لك فساد. انا عكسك انا اقتل الفساد. قل ليش؟ ليه؟ لان الفساد يسبب الفقر. يا سلام اللي صار في فساد صار في فقر. هذا الكلام عرفت. طيب اذا كان في فقر ايضا لا بس انت تشوف ناس معدومين فقراء لكنهم رجال. رجال بس اي هذول لكن ناس لكن الفاسد يفسد من حوله. فاسد اي بس حتى يفسد من حوله. لكن والفقير فقير فقير بس ان الفقير في بعض الاوقات يروح يسرق يسبب فساد ممكن. بعهد عمر بن الخطاب في سنه من السنوات في عام الرماده الغي حد السرقه. وش حد السرقه؟ قص اليد. قطع اليد. وعشان تعرف انه امر عظيم جدا 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 وش يقول النبي اللهم صل وسلم عليه؟ اللهم صل وسلم. يقول وايم الله. وايم الله وش معنى وايم الله؟ يعني ما فهمت. يعني والله إيه؟ هذا صيغه من صيغ الحلف والقسم. وايم الله لو ان فاطمه بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وفي سنه صار فيها جوع وصار فيها شح بالأكل والشرب و عمر بن الخطاب ألغى حد السرقة. ليش؟ كثرت السرقة. الناس يا أنه يسرق ويأكل يا أنه يموت جوع. إيه هذه حكمة عند عمر بن الخطاب. فهمت؟ لو قطع يد الشخص كانت قطعت يدين الناس واجد. فأنا أقول لك الفساد يسبب الفقر والفقر سبب في الفساد. يعني انت تشوفهم وجهين لعمله واحده. ايه لان هذا يسبب وذا يسبب كلهم بس ان الفساد اقوى من الفقر فالسبب. عرفت؟ طيب لو قالوا لك تقتل الحسد ولا الكبر؟ لا والله اقتل الحسد.